السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حالك يا شيخ؟ الحمد لله، كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. لو سمحت بس عايز اسال حضرتك عن يعني ايه صلاة الرجل وهو جالس، ايه يعني ما الضوابط ليها يعني؟ اذا كنت في فريضة لا يجوز لك ان تصلي الفريضة وانت جالس مع قدرتك على القيام، إذا كنت في نافلة فإن استطعت، إذا كنت في نافلة فلك أن تصلي النافلة جالسا مع القدرة على القيام، لكن في هذه الحال لك نصف الأجر. تمام. أما إذا كنت عاجزا وصليت النافلة أو الفريضة جالسا لعجزك عن القيام أجرك تام، والله أعلم. يعني اصل في ناس يا شيخنا حضرتك بتخش المسجد خلاص انا ماله مال الناس بقى. طبعا هو بيمشي كويس بس هو عنده مشكله بس في الركوع والسجود، فبيقعد مثلا على الكرسي ويقول تكبيرة الاحرام وهو جالس. طيب انت اللي مزعلك انت يعني. لا انا بسال بس المفروض ان هو احنا جاوبناك، احنا جاوبناك يا حبيبي، هو اضرب بنفسه.